على بالي بلي راك حاب دير دوكا سيلفي. واه بصح بدري طاحت. راك خليته يتشارج التليفون لا؟ لا خليته عند الاخر. عند اسماعيل ولا عند سيدي علي؟ عند اسماعيل اللي كان هنا. اللي كان انا سيد علي. ايبا سيد علي دخلوا التليفون يدير لنا وحده سيلفي هنا في ليميسيون ونشوفوها ونبارطاجوها في نفس الوقت. ها هو عندك البورتابل والسيلفي باش ما نخليوها لكش في قلبك رضوان. سيلفي سلفنا هذا من بعد كنت تصوروا تزفت على البلوتوث ما كانش باتري طايحه. كيف باتري طايحه؟ الو عدقه راحت سيلفي باتري طايحه. الباتري طايحه كما قال لك انا اش كوي تشارجا مي فينالمون ما تشارجاش معليش. اي با على بالي بلي لي باتري تاع الضحك تشارجاو بيان كوم يلفو مع رضوان لو باساج تاعك. صح رضوان اسكو دوكا راك تخمم في اعمال بوسيبل راك حاب ديرها مستقبلا رضوان؟ ان شاء الله كما قلت لك درنا في مع الامجاد هذاك تاع كوبرا كمل وكاع بصح ما نعرفت متى يخرج. راح نستناو حتى يخرج دي في دي بالك في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله كاين في رمضان. راح تقعد دائما في الدراما في الكوميديا ولا تروح للدراما ولا كما بغا راني هنا. رضوان صحة على المشاريع تاعك واش راك حاب دير مستقبلا؟ مازال ما بانوا بالك في رمضان ما نعرف احنا نقولوا بالك بس ان شاء الله نتمناو لك كل النجاح والتوفيق ان شاء الله. ورانا نستناو في الاعمال تاعك رضوان جعواني الممثل اللي حبينا تانيك حضوره معنا من خلال البرنامج ويعطيك الصحه عبد الرحيم. شكرا جزيلا. يعطيك الصحه مرسي. شكرا انت شكرا للمشاهدين اللي كانوا يشوفوا فينا النهار اليوم. الله يخليك شكرا جزيلا لك امينه كركوت. شكرا مرسي نتلاقاو الاسبوع القادم ان شاء الله. وبيان سيغ في الاخير تانيك نقولها يعطيك الصحه وشكرا جزيلا على ثانينا اللي شرفتنا بحضورها لنهار اليوم يعطيك الصحه. الله يسلمك مرسي تو لو بليزير بور موا سافي بليزير برسك فوت ان بون مومون معاكم. وحنا تانيك معاك. سافي ان كرون بليزير بيان سي افيك لو بوبليك افيك كاع ليكيب. ربي يخليك ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. ميرسي بوكو ميرسي. وبيان سيغ راح نشوفوك في اغنيه في ختام هذا البرنامج حتى نكملوها بالعسل. حتى نكملوها بالصوت الجميل لثانينا النجمه من نجمات الاغنيه القبائليه. انا راح نحيي كل الفرق اللي خدمت معنا واللي كانت حاضره معنا من اجل فقط ضمان نجاح هذا البرنامج اللي سناوه الكثير. رانا هنا راح نحيي فرقه اش دي ان اللي بدورها هي كذلك تحيي عبد الوهاب رزايق اللي زدان فراشهم بطفله سماها الاء ليدا. وبهذا نقول تانيك للصديق على الفيسبوك عيد ميلاد سعيد لرامي اللي احتفل بالعيد الخامس ديالو. بيان سور انا جو مي دوموند كيفاش في عمره 5 ans يدخل سور فيسبوك. نتلاقاو السمانه الجايه بقاو على خير ورستو في الاخراج. We'll be right back.